استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم معالي السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بمعالي وزير الداخلية اللبناني مشيدا بقوة وببتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على مواصلة الجهود الرامية لتطوير العمل العربي المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من جانبه نقل معالي وزير الداخلية اللبناني تحيات دولة السيد تمام رئيس الوزراء اللبناني وتمنياته لمملكه البحرين بمزيد من التقدم والاستقرار وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مختلف اوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بالاضافه الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك